اهلا بيكم مره تانيه. عايزين بقى في الفقره دي حبايبنا الغاليين علينا كل اب وكل ام يا ريت يسمعوا الكلام اللي هيتقال ده عشان مهم جدا جدا جدا. اكيد طبعا نفسكم تشوفوا ولادكم ابنك او بنتك من المتفوقين اللي جايبين اعلى درجات، ده طبعا حلم مشروع، لكن مع مراعاه قدرات الابن ده واستعداده هو نفسه للتحصيل. مش معنى ان ابن خالته او اخوه دخل طب ولا جاب مجموع كبير ان هو كمان لازم يبقى زيهم، لان في فروق فرديه كتير قوي وفي ميول كتيره قوي لكل شخص بتتحكم في الموضوع ده. مش بس عدد ساعات المذاكرة أو الضغط عليه عشان يبقى من المتفوقين، كل واحد عنده قدرات، كل واحد عنده ميول وإمكانيات. النجاح مش بالضغط والمذاكرة والتفوق مش بعدد الساعات. الموضوع ده مهم جدا، هنقف عنده شوية وهنتكلم فيه كتير قوي في إيه الصح وإيه الغلط، إزاي أقدر أقدم دعم لابني أو بنتي من غير ما أضغط عليه. هنعرف كل ده النهاردة من ضيفتنا الأستاذة هبة أبو الخير، استشاري العلاقات الأسرية والتربوية. أهلا بحضرتك معانا منورانا. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا بيك. فكرة المذاكرة الكتير، بعض الآباء والأمهات بيعتقدوا أن عدد الساعات الكبير مع عدم عمل أي شيء تاني غير المذاكرة هو ده الصح، وهو ده اللي هيجيب المجموعة، هو ده اللي هيعدي. فده رأي حضرتك فيه إيه؟ لا، هي الفكرة أن الموضوع ده خطأ. يعني المفروض أن احنا عقلنا ما بيستوعبش وقت طويل، هي مش بالكمية الوقت، هي بإزاي نجدول وقتنا وناخد وقت. يعني الطفل اللي عنده من مثلا من 4 سنين ل9 سنين يقدر يذاكر فترة معينة، او يقدر او من 4 سنين ل6 سنين لفترة معينة، ناخد بعد كده من 6 ل12 ده وقت معين. يعني كل سن ليه استيعابه وليه قدراته، وخلينا نحط تحت كلمة قدراته دي مليون الف خط. فهي الفكرة كلها هو ليه وقت، ما ينفعش اعدي الوقت ده. ليه؟ عقلك هيفصل بالظبط، مش هتقدر تستوعب اي حاجه. ومتهيألي الكلمه دي بنسمعها كتير قوي لما الطالب يبقى في ثانوي يقول لك انا فصلت. انا فصلت، هو عدى الليمت خلاص، هو ما بقاش قادر يكمل اكتر من كده. فهو الطبيعي انك تذاكر تلت ساعه للسن بقى بتاع ولادنا اللي في ثانويه عامه، تذاكر تلت ساعه تريح 5 أو 10 دقائق، تلت ساعة 10 دقائق، تلت ساعة 10 دقائق. طبعا ده بالنسبة للثانوية العامة. ده بالنسبة للأهل بيقولوا لك أنت بتلعب. طبعا. اللي هو أنت ما لحقتش تقعد على الكتاب، أنت لسه قاعد دلوقتي، أنت قمت ليه؟ هي الفكرة مش فكرة قد إيه، أنا ممكن الطالب ده ياخد التلت ساعة دي يخلص فيها، في طالب يخلص فيها شابتر، يخلص فيها جزء كبير، وفي طالب يخلص فيها درس. دي بترجع لقدراته. طب أنا هسأل حضرتك على حاجة، تلت ساعة دي على الفئة العمرية دي بشكل عام، ولا بتختلف زي ما حضرتك قلت دلوقتي لقدرات؟ يعني واحد نص ساعة، واحد تلت ساعة، واحد ممكن يقدر يقعد 40 دقيقة أو 45 دقيقة. بترجع، بس أنا بتكلم هنا على النورمال. طيب أنا حسيت إن ابني هو استيعابه بطيء شوية، ما هو ده بيرجع من إن أنا كأهل مركزة وعارفة ابني استيعابه إيه وقدراته إيه. وهنقف عند الحتة دي، لأن في أهل بيبقوا ايه، بيقفوا عند الحته دي او ما بيقفوش عندها وبيعدوها وبيعملوا سكيب، ان مش واخدين بالنا، لا انا هدوس عليه زياده. لا، هو لو انا من هو صغير حسيت ان ابني بياخد وقت في ان هو يستوعب او يخلص التاسكس اللي عليه، المهام بتاعته، لا انا بقى عارفه ان قدراته هنا محدودة في الحتة دي. ومش معنى كده، لأن في ناس بتسمع قدراته محدودة في الحتة دي بتقلق وتتوتر. لا، أنا ابني ممكن يبقى قدراته في التعليم أو في الدراسة بالجزء ده، بس هو مبدع في الرسم، هو شاطر جدا في الرياضة، في يعني كرياضة، كورة، باسكت، أيا كان، whatever هو إيه. فلا، ابني ممكن يبقى عنده هنا قليل في الحتة دي، بس عنده حتة تانية هو شاطر فيها جدا. فبلاش أبقى متوتر وقلقان على حتة ابني قدراته هنا عاملة ازاي. ده بياخدنا لفكرة حلم الأباء والأمهات بالزبط، وحلم الطالب نفسه بالظبط، توريث الحلم. يعني بصوا، هحكي لكم على حتة في الجزء ده. بعد الأزمة بتاعت الكورونا،
فجيت عملت مبادرة ان انا هعمل، لان كانت طلبة الثانوية العامة في الوقت ده كانوا داخلين الامتحان، وكان في رعب شديد جدا ان احنا داخلين امتحان وفي كورونا، ويعني ايه كورونا وهي ايه. فقررت ان اعمل جلسات مجانية للطلبة الثانوية العامة عشان نحافظ على اتزانهم النفسي عشان يقدروا يدخلوا الامتحان. انا جالي في الفترة دي اعداد رهيبة، كنت ممكن في اليوم اعدي ال 15 وال 20 جلسة. الطلبة بقى احنا عملنا هنا بقى سيرفي، كل طالب بيقول ايه، وفي اللي بيتكلم واهله عارفين، وفي اللي بيتكلم من غير ما اهله يكونوا عارفين. الطالب كانت مشكلته الوحيدة: بابا عايزني اطلع دكتور بس انا ما بحبش كده، بس انا عايزه اعمل له اللي هو عايزه عشان هو بيتعب عشاني وبيجيب لي فلوس وبيديني دروس. فهنا احنا حطينا ابننا في ستريس مضاعف. ليه؟ انا عايزه ارضيك وعايزه ارضي نفسي، بس في نفس الوقت هو دول كلهم مش حلمي، فانا ليه بضغط على ابني بحته؟ حلمك انت عملته لنفسك، حلمك انت عملتيه، سيبي ابنك يعمل اللي هو عايزه ويكون مبسوط فيه. فدي كانت الشكوى العامة للطالب، وكان اكتر حاجة مؤثر فيها جدا فكرة انه عايز يعني زعلان. في واحدة بنت كلمتني قالت لي: بابا عايزني ادخل طب بشري، بتحبيه؟ لا. طب انت دخلتي علمي اصلا ليه؟ انا عشان بابا. انت شاطرة في ايه؟ في الرياضة. طب على فكرة مثلا يعني كلية الهندسة ما تقل الشيء عن الطب، وايا كانت كلية عادية. دايما بقول للطلبة اللي بيجوا ياخدوا الجلسات: انت ممكن تكون دخلت كلية تجارة او حقوق، ولكن انت شاطر وبتحبها فبتعملها بمنتهى الاحترافية والحب اكتر بكتير من دكتور هو ما بيحبش يعمل ده فهيفضل طول عمره محلك سر. فبنضغط على اولادنا في حتة كده ما ينفعش نضغط عليهم لان هم مش حملة. مسألة اللي حضرتك اشرتي ليها، فكرة المصاريف، انه الطالب بيكون عليه ضغط انه بابا دفع كتير قوي علشان انا اتعلم، فانا لازم ارد له الجميل ده بان انا اعمله اللي هو عايزه. ودي يمكن محتاجين اعادة توجيه لفكرة انا ليه بعمل كده. يعني كأب او كأم ليه بتدفع فلوس؟ بتدفع فلوس علشان ابنك يدخل الكلية المعينة، ولا بتدفع فلوس عشان هو يكون متعلم او يكون هو مبسوط؟ هنا بقى بنرجع لحتة تانية خالص، وهي تعديل افكار او مفاهيم. احنا عندنا المفاهيم فيها كتير متغير. الاب متخيل او بيوصل لابنه بطريقة اندايركت ان انا بدفع الفلوس دي عشان تدخل كلية انا عايزها. ما هو عمر ما الطالب او انا يعني انا شخصيا لو انا جيت اتكلمت معاك بشكل ما، الاحساس اول احساس هيدخل لك هو ده انا قلته في كلامي، انت فهمته، ما دام وصلك يبقى انا وصلت الرسالة بشكل غلط. فمجرد ان الاب عمل ده او الام عملت ده، ده وصلت الطالب او الطفل او ابنها الاحساس ده. ابني ما دام وصله الاحساس ده هيفضل متخيل ان انا مدين لابويا بالفلوس اللي دفعها لي. لا، هو الحقيقة ان هو ده حق عليه والمفروض انه يعمل كده. وفي الاخر يقول لك اختار اللي يريحك. الكلمة السحرية لأي شاب أو بنت أو وسن كمان اللي هو المراهقة ده، إنك على قد ما أنت بتحميه وتخلي بالك منه، على قد ما تقوله وليك الاختيار. كلمة إحنا يا كبار لما بقولك والله أنا رأيي كذا، بس زي ما أنت عايز برضو، بتريحك طبعا. على غير ما أقولك لا أنت هتعمل كذا هو ده الصح، ولو عملت غير كده غلط.